اخوان صباح الخير. اليوم الحراره ديال بصح هنايا في سان بيدرو الماتش دي تلعب مع الجوج، راه لا يمكن. ماتش بين المغرب والكونغو دابا الساعه 10، غادي نمشي هو الاول نفطر نرجع ان شاء الله. غادي نفطر بالحوت مع عطيك، ما كاين والو ما كاين والو تقريبا. كنقول لي شحال بيتي ديال الحوت هو كيصوم. دير بحال السكسو ديالهم. لا كيضحك. بسم الله الاخوان، هذا هو اتشيكي سخون سخون سخون. بسم الله السكسو. ها؟ هل تريد ان تكون الاغلبيه كياكلها بليد. شوف البوليس وكياكل بليد. المهم داو المغاربه كيتجمعوا هنايا في هذه البلاصه هذه. تجمعوا كيتجمعوا جديدي بي ديال بي جديدي انا نيت مازال. طيب اخوان فرقوا هنا البي ولكن ما عطاونا والو. ماشي الدراري اللي ما عندوش جديد بي. خويا ما عندناش الديك اخويا، ما عندناش غندخلوا اخويا. معنا ديال المغاربه قبل الماتش ضاربين 5500 كيلومتر على رجلينا اوتو ستوب وما ندخلوش. ما عندناش تيكي والله الا حشمه بالله. شوف الماتش الثاني اليوم استعمار الاخوان. شوف 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 شحال ديال المغاربه، شحال ديال الكونغوليين، شحال ديال الايفواريين. هادي هادو والله ما عندو مره مع المغرب مره مع الكونغو يقول لك لا المغرب فاغاني لا الكونغو فاغاني. اش بالك اخويا؟ بالي يا خيي بالي يا خيي الكتشو والخيورات والخيورات ما شاء الله الخيورات داكشي ديال الله وندخلوا ان شاء الله ونربحوا باذن الله. وكنبغي نشكر المغاربه كاملين اللي جاوا اخوتي، ونبغي نشكر هذا الاخ هذا الله يرحم ليه الوالدين، هذا الاخ هذا الله يجازيه بالخير كرمنا الله يكرم الله. دابا دخلنا للتيران بين هايك مع السير اليوم الحيط المغاربه اللي راه غادي تشوف هايك ديجا ثاني الطياره تشوف المغرب. يعني كون غيكون الجمهور اكثر من المقابله الاخرى ان شاء الله. اجواء خياليه كملا التيران هما اللعابه كيترينو دابا. ما بقى والو الماتش نص ساعه تقريبا. المنتخب الكونغولي المغربي اللعابه تتعلو في الفاول. اخويا اخوان
كيلومتر من شوف شوف كيلومتر شوف 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 مازال ما بطلناش عرك لا يمكن ان يخلع اوكي 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 ديال الكونغو طاي هو الجمهور ديال الكونغو هنايا دابا دخلنا الوسط جماهير الكونغو كلشي يا الاخوان كلشي يا شوف كوني ديالي كيصاب خلي اللعابة اللي لاعبين 90 دقيقة راه برافو اليوم واخا تاع هادي واحد واحد الماتش مازال ما سالش دقيقة 88 والكونغوليين واقفين صراحة حاولوا الكونغو يا 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 يا
الثاني شويه من بيابي 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 دابا الهدم زاد 7 ديال الدقائق فزاد اش بالك انا 7 دقائق في الماتش اش بالك في الماتش الماتش ضيعنا بزاف فاش ماركينا الاول صراحه الحراره بزاف راه باز اللعابه كيبان لي الشوط الثاني صافي البات رساله ولكن تعادل الكونغو صعيبه كونغو صعيبه سوى الجماهير سوى اللعابه كونغو ماشي سهله وهي محاوله ديال البي ايوا الحمد لله الحمد لله ما تماركاش مالك في الجمهور الجمهور ديال الكونغو ما يمكنش الله يطهر بالي الرجوله صعيب على الجمهور كينقطع جيب 5000 صوره ولا جي اي بي كيتخبى كيتخبى من الشمس فتصعب بزاف اصاحبي انا عاود بالله اي اسمعني في الماتش اخويا شوف فهاد الجو فهاد المناخ هذا وخرجهم واحد ومع الكونغو والله الا برافو الدراري بالله صعيب 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 والجمهور عيا راجل الجمهور عيا انتهى المباراة مع الكونغو ربعة النقاط غندوزو ان شاء الله نبقاو نفس البيدرا ان شاء الله ان شاء الله المقابلة القادمة مع زامبيا نربحوها ونبقاو هنا في سان بيدرو الا كنا الاولى في المجموعة غادي نلعبو نكملو في سان بيدرو ولكن الا كنا فاعلين خصنا نمشيو بدا بواحد الماتش الجاي ضروري نربح ان شاء الله مع زامبيا نلقاو في المجموعة